الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا والفقره الطبيه الاسبوعيه في برنامجكم اخر النهار. النهارده حمله سكرك ايه برعايه شركه ميرك، هنتكلم فيها عن السكر، مرض السكر وما قبل مرض السكر او ما قبل السكري. وبيشرفنا بالحضور في الاستوديو معانا دكتور مدحت ناجي غالي، استشاري البطنه والسكر والغدد الصماء. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. خليني الاول اسال حضرتك، حضرتك عندك نسب للمصابين بالسكر في مصر وفي العالم، يا ترى النسبه قد ايه؟ هو حضرتك النهارده يعتبر مرض السكر بالذات النوع الثاني اللي هو السكر اللي بيجي عند البالغين فوق الأربعين سنة، بيعتبر منتشر جدا في مصر وفي العالم كله. فسيادتك، ففي أرقام أحصيت في 2017 إن عدد مرضى السكر في العالم 442 مليون. في مصر موجودين 8.2 من 10 مليون شخص مريض بمرض السكر. وسيادتك مصر تعتبر من العشر دول الأوائل في الأعداد في مرض السكر، تحتل المركز الثامن في عدد المرضى في العالم، في العالم على مستوى العالم. وإحنا مرشحين في 2045 أو 2000 إن إحنا نحتل المركز السادس أو الخامس. يا ساتر، ليه كده؟ مش هنقل، بنزيد؟ لا نزيد ليه بقى؟ لا، هو ابتدى نوع من التنبيه في الوقت الحالي. وانا مبسوط ان حتى ابتدينا نشوف لوحات اعلانيه للتنبيه للرياضه والاكل والحمله اللي بتقوم بيها لوزاره الصحه. وكمان في الحمله الاخيره بتاعت 100 مليون صحه طبعا رسالة للرئيس الجمهوريه. وفي تنبيهات جامده اليومين دول للوزن. الفكره ان طبيعتنا كمصريين اتغيرت في الاكل، وطبيعتنا في الحياه اتغيرت. فاصبحنا انتقلنا، يعني معروف في اكل صحي اللي هو الاكل بتاع البحر الابيض المتوسط. احنا نعتبر من دول البحر الابيض المتوسط، فهذا اكل صحي جدا، الفواكه الخضروات الاسماك. انتقلنا احنا بقى الى اكل المطاعم. اللي هو الاكل الكثير الدهون كثير الملح. فبيزود الوزن، حتى بنشوف اطفال زائدين في الوزن دلوقتي طبعا. فده بيؤدي الى مرض السكر. يعني وعدم التحرك كمان، عدم الرياضه، عدم المشي حتى، مش عايز اقول رياضه، عدم المشي. يعني الممارسات اليوميه العاديه بتاعت الناس مؤخرا تسببت في انه الموضوع بيزيد مش بيقل. اللي هو الكسل، ما بيمشوش ما بيتحركوش، العربيات كترت طبعا، كله بيسوق بيعمل، وكمان الاكل اللي هو الجانك فود، الريموت كنترول، الناس قاعده كل حاجة على الكرسي مش عايزه تقوم من على الكرسي حتى في البيت. الخطوات ديت سيادتك، الخطوات اللي بنمشيها ديت لصحه الانسان. صحيح. يعني هو مثلا مفروض الانسان يمشي 30 دقيقه في اليوم لصحته. يعني الاتجاه العالمي انه المفروض بيريح البني ادم، هو بيتعبه ما بيريحوش، ده حتى الستاير يعني مش قادر يعمل كده برضه بالريموت كنترول. طيب في مرحله بقى ما قبل السكري. ايه المرحله دي، والواحد يعرف ازاي ان هو داخل على السكر؟ ده سؤال عظيم جدا وهام جدا. دي مرحله ما قبل السكر، دي مرحله رماديه ما بين الابيض واللي اعتبرناها اسف والاسود. الانسان بينتقل من الطبيعي الى مرض السكر. ايوه. وهذه المرحله مهمه جدا، لان الانسان لو انتبه ليها عنده فرصه ذهبيه انه يمنع عن نفسه انه يتحول الى مرض السكر، وفرصه ذهبيه انه يمنع عن نفسه كثير من امراض، منها امراض القلب. فهي مرحله ما قبل السكر دي بيبقى الانسولين في الجسم ما بيقومش بالوظيفه الكامله بتاعته. لان في الجسم بيبقى فيه مقاومه للانسولين. تمام. نتيجه السمنة اساسا. وعدم الحركه وكده. فبتبقى الارقام بتاعه السكر مرتفعه. ولكنها مش مرتفعه لدرجه ان اقول لواحد ان ده عندك سكر. فبعد اذن سيادتك هذكر الارقام سريعا. يا ريت. لتشخيص مرحله ما قبل السكر. لانها هامه جدا. يا ريت. ان سيادتك ان السكر التراكمي بتاعه يكون 5.6% لحد 6.4%. السكر الصايم بتاعه من 101 ل 125. والسكر بعد الاكل بساعتين بعمل منحنى
سكر كيرف السكر يعني منحنى السكر اللي هو بياخد فيه 75 جرام جلوكوز يكون من 141 ل 199، وهذه الارقام هامه ليه؟ في مرحله ما قبل السكر في المعتاد ما بيكونش فيه اعراض قوي او ما بيكونش فيه اعراض، فمهم ان الانسان يفحص نفسه لان دي الفرصه الذهبيه ان الانسان يمنع عن نفسه حدوث مرض السكر. وطبعا هي حملة 100 مليون صحة خلت ناس كتير يكتشفوا وما كانوش في بالهم خالص موضوع الكشف ولا يعني احنا طول ما احنا ماشيين زي العربية كده، طول ما هي ماشية خلاص ما تروحش الميكانيك. حقيقة دي يعني ده نقطة سيادتك أثرتها في منتهى الأهمية. نشكر حملة 100 مليون صحة صارت يعني كشفت عن حاجات كتير عن مرضين موجودين وخطيرين للإنسان. الضغط والسكر. الضغط والسكر. الضغط احنا بنسميه القطر الصامت، فهي اكتشفوه الناس كتير قوي لقوا عندهم ضغط عالي وهم ما مش عارفين. مرض السكر وديت على غير ما الناس فاكره بقى، كثير من الناس حتى يبقى سكرهم عندهم مرض السكر بالسنتين وما فيش اعراض واضحه وهو مش منتبه. يعني ممكن هو بيقوم بالليل يتبول مرة أو اتنين زيادة، يعز هذا الأمر إن الجو برد، إنه شرب مية بالليل كتير. الفكرة إن مرض السكر في النوع التاني بيجي بالتدريج، فإن الجسم بيتعود على السكر شوية فما بيديش الأعراض الواضحة. أيوه. إلا بقى لما بيبتدي يعلى قوي فبيحصل إن المريض يقعد مرحلة ما قبل السكر ما فيش أعراض واضحة، تيجي في بدايات السكر مش عادي قوي، مفيش الجسم بيبتدي يتعود، فبتدي الانسان يقول لك انا دخلت مره تواليت اتنين، ما بتديش بقى معاه الخسسان قوي ولا الجوع قوي، الاعراض اللي هي بتاعت مرض السكر. أيوة. الا متاخر بعد سنتين ثلاثه، فالحمله كشفت ناس كتير عندهم مرض السكر عشان يتعالجوا، وما كانوش الناس وكانت الناس مش مصدقه. تمام. بيلاقوا سكرهم 300 وماشيين في الشارع مش حاسين. تمام. طيب هل اللي هو ما قبل السكري ده بقى واللي هو يعني داخل على السكر، هل يمكن منع حدوث السكر ولا يبقى عارف انه داخل عليه؟ ده سؤال جميل جدا. دي الفرصه الذهبيه للانسان. الانسان ديت اذا الجسم بيعلن عن نفسه ان انا عايز تعديل، يا الصحه بتاعت الانسان بتعلن عن نفسها، نعدل اسلوب الفكره ان لو ساب نفسه كده كل هو عرضه ل 30% انه يجيله سكر بعد سنه بعد سنتين اكتر لحد ما يوصل 50% من حياته يجيلهم سكر. لا، هو لو ابتدى يعدل اسلوب حياته، تعديل اسلوب الحياه بسيط، ان انا ابتدي امشي، ما بقولوش مارس رياضة عنيفة، امشي كل يوم نص ساعة بهمة ونشاط، والخطوات يعني حتى الحاجات البسيطة المعتادة، في سلم ما اطلعش بالاسانسير، لو في دورين اطلعهم اطلعهم محسوبين ليا، لو انا هروح مشوار صغير اسيب عربيتي واتمشى، اركن بعيد عن بيتي شوية ان امكن، واتمشى 10 دقايق، كل ده محسوب ليا من ال 30 دقيقة. لو ما امكنش كل يوم على الاقل 5 ايام في الاسبوع. تعديل الاكل. ايوه. طريقه الاكل ان احنا ما ناكلش بقى كميات نشويات كتيره، وبالذات النشويات سريعه الامتصاص. أيوه. اللي هي السكر والحلويات اللي فيها نسب سكر عاليه. ونحاول نخس فقدان الوزن من 5 ل 7 كيلو. كل ده يمنع عننا، واللي بيدخن يبطل تدخين. الناس بتقول لك التدخين ايه علاقته بالسكر؟ لا، ده مهم جدا. سيادتك، التدخين بيزود مضاعفات مرض السكر، وبيخلي بيزود الالتهاب في جسم الانسان. السكر بيجي من ضمن اسبابه ان في عمليه التهاب الانسان مش شايفها، لكن هي ماشيه في جسم الانسان التهاب. يعني كثير من مرضى السكر تعمل لهم سرعه الترسيب وهو ما عندوش اي حاجه تانية غير السكر، ده سرعه الترسيب عاليه بسبب التدخين؟ بسبب ان في التهاب في جسمه. التدخين بيزود الالتهاب. فالالتهاب ده كمان هو عرضه انه يزود مرضى السكر، عرضه ان يجي لهم مرض في الشرايين، بالذات الشريان التاجي، شرايين المخ، شرايين الرجل، وكمان شرايين الشبكيه، الاوعيه الدمويه الدقيقه بتاعت الشبكيه. العين بتتاثر، العين القدم بتتأثر. غير القدم السكري، في العين كمان بتتاثر. تمام. العين الشبكيه يحصل نسب.
والسكر سبب اساسي لفقدان البصر. كفل الشر عند الناس او ضعف البصر، بلاش فقدان البصر. فالتدخين بيخلينا نمنع المضاعفات كمان. نمنع المضاعفات او نقللها. لان خطوره بقى ما قبل السكر ان هذا الانسان عرضه لتصلب الشرايين المبكر. لتصلب الشرايين المبكر. طيب علاقة السمنة بقى يا دكتور، يعني هل فكرة انك تخس ده علاج في حد ذاته يعني، ولا هي ليها علاقة بالاكل بس، انما الخسسان يعني حد سمين وخس، هل فعلا؟ لانه حد كان مرة بيقول انا بعد ما خسيت رميت ادوية السكر، هل ده فعلا معقول؟ ده حقيقي حقيقي. وسيادتك اثرت نقطة هامة جدا. ليه بقى؟ انا اوضحها. مش بضروري ينمي أدوية السكر كلها، هو ممكن يعني ممكن هو ما يبقاش في احتياج ليها خالص لو السكر عنده من أصل قليل، أو احتياجاته من الأدوية تقل. شوفي سعادتك، هو في حاجة معروفة عندنا في الطب اسمها متلازمة التمثيل الغذائي أو المتلازمة إكس، وديت في منتهى الأهمية. دي تشمل أكتر من حاجة، السمنة بالذات سمنة المنتصف اللي هي يعني نقول عليها كده بالعامية الكرش، معلش. طبعا. ودي في منتهى الخطورة، اللي هي السمنة في الشكل الرجولي بتاعت الرجالة، لكن اللي هي برضو في السيدات طبعا. ان دي سمنة منتصف لو زاد خصر الرجل عن 102 سنتي هو دخل في المتلازمة اكس، خصر المرأة عن 88 سنتي هي دخلت في المتلازمة اكس. فالمتلازمة اكس فيها مجموعة حاجات مع بعض ما لهمش علاقة ببعض، لكن هم موجودين زي قرايب. يجي معاها مرحلة ما قبل السكر او السكر. يجي معاها ارتفاع في الضغط اكتر من 135 على 85. يجي معاها ارتفاع في الكوليسترول الضار او انخفاض في الكوليسترول الجيد. ارتفاع في الدهون الثلاثية اكتر من 150. ليه بقى؟ لما بيجي الانسان بيبقى تخين يبقى في مقاومة في الجسم للإنسولين، الدهون دي بتسد مستقبلات الإنسولين على الخلية. بتخلي الإنسولين ما يشتغلش كويس. والإنسولين ده هو أهم حاجة تقدر تقولي ده المفتاح اللي بيفتح الخلايا عشان يدخل السكر جواها ويقللها عن الدم. فيمنع المضاعفات. فالإنسان لما يخس بيريح نفسه خالص. تمام. ويمنع الالتهابات عن الجسم. طيب في حاجه دكتور احنا يعني مش بنتطرق ليها دايما، وهي فكره ربط العصبيه او الزعل بمرض السكر. يعني يقول لك اصل دي وقعت، اصل مش عارفه ايه، فجالها السكر، الست دي اتعصبت او بتاع، جبتوا لي السكر من كتر الغلب، او يعني هل في علاقه؟ هي ليها علاقه لكن مش كل شيء. يعني بص شوفي سيادتك، هو في بعض يعني بعض الحاجات اللي بتاثر بتخلي الانسان معرض يجيله السكر. منها مثلا وراثه. منها ارتفاع الضغط. نيجي عشان ما ننتهش من السؤال، الزعل. الزعل سيادتك بيرفع هرمونات في الجسم مضاده لعمل الانسولين. اللي هي هرمونات الكورتيزول والجروث هرمون. والهرمونات دي لما والادرينالين والنور ادرينالين. الهرمونات دي لما بترتفع بتزود نسبه السكر. فواحد عنده استعداد للسكر يروح زايد عليه، ياخد ادويه حتى ما تشتغلش. ما تجيبش نتيجه كويسه. لازم ان احنا نعالج من عنده الاكتئاب ده او الزعل. طيب سكر بقى الحمل يا دكتور، يعني ممكن ما نتطرقش ليه دايما، هل هو حاجه عارضه؟ ايه ممكن يجي الواحده ليه؟ انا يعني في واحده صديقه ليا كانت رفيعه جدا وجالها سكر حمل، بيجي ازاي وليه؟ هو سيادتك سكر الحمل ده بص شوفي سعادتك، هو الحمل في الثلاث شهور الاولى بيبقى الانسولين شغال كويس. نيجي من الثلاث شهور الثانيه المشيمه بتطلع هرمونات بتعاكس عمل من بدايه الثلاث شهور التانيين، يعني يعني من الرابع. المشيمه بتطلع هرمونات بتعاكس عمل الانسولين. فلو هي عندها استعداد للسكر يظهر. اللي بيحصل ان هي بتكون مثلا حد في العيله درجه اولى عندها كان عنده سكر، او هي كان عندها تكيس في المبايض. ومثلا حصلت ان هي خدت منشطات تبويض او حاجه زي كده،
مش اللي جاب لها السكر منشطات التبويض، لا هم بتوع تكيس المبايض دول بيبقى عندهم زياده مقاومه في الانسولين. فبيبقوا عرضه للسكر. يعني انا عايز بعد ما انتقل من السؤال ده اقول الناس اللي هم عرضه اكثر لمرض السكر عشان انبه دول يعملوا تحليل بعد اذن حضرتك. يا ريت. فدي بتحصل من الشهر الرابع، لازم تنتبه تعمل بقى تحليل سكر. ممكن تعمل كيرف سكر كمان، بس بتبقى ارقامه مختلفه. يعني احنا نشخص السكر بالنسبه للناس العاديين فوق الصايم فوق 126، بالنسبه للحمل فوق الصايم فوق 95. والموضوع ده في منتهى الاهميه، لان السكر في الحوامل هي مش بس هي حامل معاها جنين. السكر بيأثر على الجنين. لما بيرتفع خليه يزيد في الوزن عن الوزن الطبيعي، بدل ما ينزل 3 كيلو ينزل 4 كيلو او ازيد. فتيجي تولد يبقى في اوبستراكشن، يبقى مش قادرين نجيبه من تحت، تضطر تعمل قيصريه. واخد بال سعادتك؟ نفس الرئه بتاعت الطفل ممكن يحصل فيها مشاكل. فلابد من ضبط معدلات السكر مع الحمل. بيحصل بقى ان احنا بنحتاج نديهم انسولين في وقت من الاوقات، لكن حديث ثبت ان عقار الميتفورمين مع الحوامل امن. وبنقدر نديه وبنديه مع الانسولين، وده بيبقى كويس قوي عشان نمنع اللي هي مقاومه الانسولين. طيب مين اكثر عرضه بقى وحضرتك تنصحهم بيه؟ اعود سيادتك، اي واحد فوق 45 سنه يروح يحلل سكر 45. اي واحد 40 سنه عنده حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دي. انه عنده ضغط. عنده ارتفاع في الكوليسترول. والده كان عنده سكر او والدته، يعني قريب من الدرجه الاولى. سيده كان عندها تكيس في المبايض. سيده ولدت طفل اكتر من 4.2 كيلو، اللي هو 9 باوند يعني. 9 رطل. تروح تحلل سكر دي على طول. ما تفرحش يعني. نعم. ما تفرحش باللي بينه وبين لا يعني المفروض الطفل من 3 ل 3.200، 4.5 دي او 4.200 كيلو دي علامه ان عندها سكر. ما لسه موضح لسيادتك في الكلمه. طبعا. امراض القلب. حد بياخد كورتيزون مثلا كتير قوي، بيكون عنده حساسيه في الصدر، بياخد كورتيزون. يحلل سكر كل قد ايه دكتور؟ هقول حالا مدرات البول، ان يحلل سكر في اول مره. لقى نفسه طبيعي، يقدر يعيد السكر بعد تحليل السكر بعد سنتين او ثلاثه. لو لقى نفسه طبيعي. لكن انا عايز لما يجي يحلل التلات حاجات دول. صايم فطر تراكمي. تراكمي ده ازاي؟ احنا بنروح في الصيدليه بيشكونا، يعني التحليل بيبقى ازاي؟ في معمل بقى وكده ولا في معمل. شوفي سيادتك، اللي بنحلله في الصيدليه ده اسمه سكر عشوائي. ليس مرتبط بوقت. كلمة صايم من 8 ل 10 ساعات. بعد الأكل بساعتين، يعني بعد الأكل بساعتين. تراكمي ده تحليل مش مرتبط بميعاد الأكل، لكن هو بيبين معدل السكر في الثلاث شهور الماضيين. نتيجة إن السكر بيرتبط بنسبة معينة في الهيموجلوبين اللي في كرات الدم الحمراء. فالتحليل في معمل، ما يكونش كده ننزل في الصيدليه. طبعا، لان في نقطه تانية هوضحها. التحليل اللي بحلله في الصيدليه ده بيبقى من الشعيرات الدمويه. التحاليل اللي انا بحلله في المعمل ده بيبقى من الاورده. ده نسبه غير ده. يعني مثلا انا لما اجي احلل من في الصيدليه او بالجهاز في البيت، ازود عن النسبه اللي انا بقراها ديت 15%. معلش، لان كمان في المعمل بيتحللوا حاجه اسمها البلازما. انما في اللي انا بحلله، ما دام سيادتك تطرقت، معلش هو الكلام يعتبر صعب شويه، انما احنا بنبسطه بقدر الامكان. اللي بحلله ده دم كلي. اللي بحلله في الصيد وانا واقف في البيت او بالجهاز الصغير ده دم كلي. النسبه بتاعته لازم اضربها في 15% زياده. من 10 ل 15% حسب الجهاز. بس ده بيمشي مع الناس اللي هم عندهم اوريدي سكر وبيبقوا عايزين يقيسوا كده، يعني مفيش مانع. لكن برضه ننصحهم يحللوا بمواعيد مع الاكل. يعني ايه؟ عشان يستفيد. لان احنا ما عندناش معدل للعشوائي. لكن عندنا معدلات للصايم ما قبل الوجبات، بعد الوجبات بساعتين. تمام. ولينا عندنا معدلات لقبل النوم. لقبل النوم الناس اللي بيجي لهم هبوط في السكر
لما وهم نايمين دول في منتهى الخطوره، بالذات كبار السن او الاطفال اللي بياخدوا انسولين لازم يحللوا قبل ما يناموا. يوميا بقى يا دكتور اللي هو بيجي له هبوط في السكر وانا تلاقي عندنا بالذات من اهلنا ماما بابا كبير في السن دخل نام من غير عشاء وخد دواء السكر، تبص الساعه 9 3 4 الصبح ملايه السرير دي غرقانه ميه حرقان يا عيني ومش قادر يقوم يجيب لنفسه شويه ميه بسكر. ايوه وتلاقينا جاريه عليه بنجيب له سكر فده كرر معاه الموضوع ده يبقى في خطوره. يبقى لازم احلل له قبل ما ينام واقول له اتعشى قبل ما تنام. ما تنامش من غير عشاء. خلال سعادتك ازاي؟ النقطه اللي عايز اضيفها بعد اذن سعادتك بالنسبه لعلاج ما قبل السكر، قلنا الغذاء، قلنا المشي والرياضه، ان احنا بناكل اكل فيه الياف اللي هو العيش الاسمر بتاعنا الحلو ده، الخضروات، ناكل الخضروات، الفاكهه احسن من العصير فيها الياف. العلاج بالميتفورمين لانه سبب ليه اهميه كبيره وهو الوحيد اللي ابروف يعني خد موافقه من منظمه الادويه والمأكولات الامريكيه في علاج ما قبل السكر. دكتور مدحت ناجي غالي استشاري البطنه والسكر الغدد الصماء، حضرتك نورتني يا دكتور، الف شكر. انا شاكر واتنورت بسعادتك وبالساده المشاهدين. شكرا جزيلا. وبقناة النهار. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا واشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.